جزاكم الله خيرا. مجتمع قائد غالب عبد السلام بعث يسأل ويقول: أنا أعلم أن الزكاة لا تجوز بالنقود، وقد بعثت لوالدي أخبرته بذلك، لكنه لم يخرج إلا نقود، فحينئذ سقطت عنا الزكاة أو لا زالت في ذمتنا؟ جزاكم الله خيرا. ماذا تقصد بالزكاة؟ هل قصد زكاة الفطر يحفظكم الله. إذا كانت تقصد زكاة الفطر، نعم فإن زكاة الفطر لا بد أن تكون من الطعام، طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام وقدر ذلك بالصاع، فدل على أنها تجب من الطعام، وإخراج القيمة لا يجزي لأنه خلاف النص، والواجب تقيد بالنص، وهو إخراج الطعام بالفطرة، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو ما يقوم مقام هذه الأصناف الخمسة من الأطعمة المقتاتة والمعتادة في البلد، هذا هو المشروع. وإخراجها إنما يكون في يوم العيد قبل الصلاة أو في ليلة العيد، ولا بأس أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت الإخراج وتكون من الطعام، أما القيمة فإنها لا تجزي لأنها خلاف النص. نعم.